أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الين الياباني أقوى بينما أسواق الفضة والأسهم ضعيفة في الوقت الحالي. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي تنازليا بشكل أكبر، ويتداول ما دون مستوى الدعم عند 1.1172. تراجع زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني مع مبيعات أسواق الأسهم، ويجب أن يختبر مستوى الدعم عند 109.7. يقوم زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بالتوطيد عند مستوى الدعم عند 1.2648. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.